الاخوان، الحلقه ديال اليوم اللي غنتقاسمها معكم هي كيفاش نزيدوا الاضاءه للدراجه الناريه ديالنا. وكاين عده طرق، وانما الطريقه اللي عجبتني انا مع الموديفيكاسيون اللي درت للموتور ديالي انايا هي هذا المكان هذا، لانه غيكون بعيد على الشتاء بعيد على الماء، وفي نفس الوقت جا في واحد المكان اللي هو مخبي، وجا في واحد البلاصه في مدار الموتور غيدور معاه هو. الى بقيتوا معنا ان شاء الله حتى الاخير غنوريكم الطريقه كيفاش ركبت هذه الاضاءه هذه، وعلاش اختاريت هذا المكان هذا المعين، وشنو درت باش انني لصقت هذا هنايا في هذه البلاصه هذه. ما تنساوش الاخوان تبقاو معنا وتدعمونا باللايك ديالكم، لان اللايك هو اللي تطلع ديك الالغوريثم ديال القناه ديالنا، لان القناه خصها على الاقل جوج فيديوهات حتى ثلاثه فيديوهات في ديك الاسبوع. لهذا اللايك ديالكم وسبسكرايب وشي كومونتير زوين على الاقل شي دعاء تيطلع لنا قلت داك الالغوريثم ديال الفيديوهات باش يتشاف اكبر عدد قلت ممكن عند الناس. تحياتي لكم، بقاو معنا حتى الاخير. حيت لي هاد الكاردبو، هذا الكاردبو اللي هو القدام، دابا نحطو اللي بغى يشريه مرحبا. وغادي ندير واحد الابتكار الخوت هو غنركب، فهو سهل الاخوان بعدا باش تحيدو داك الكاردبو، تتحيدو الرويضة الامامية وتتكاليو الموطور بشي جغرة، وهنا في هاد البلاصة تتلقاو واحد الفيسات تركبو هنايا، وهما هادو تحيدو هنايا واحد، وهنا تحيدو جوج، ومن بعد تتحلو واحد جوج هنا تيكونوا شادين سميتو دوك لي كابل ديال الكونتور والكابل ديال الزيت هو هذا. ومن بعد تتخدموا على هادشي. الطريقه اللي غنخدم بها الاخوان فهي طريقه سهله بزاف، ممكن اي واحد يخدمها في البيت ديالو، اي واحد ممكن يخدم بها في البيت ديالو. هادي فهي بياسات تتباع ديال القوادس، حاشاك ديال القادوس ديال 50، فهي غنركبوها على هذا الشكل هذا. هاد الجهه اللي فيها الكرو غنحيدوها، ما عندنا ما نديرو بها، غنخدمو بهذا الطرف هذا هو هذا، يعني هذا غيجي يركب هنا. ناتشي هو الصاق القوادس، حنا غنشدو هذا القادوس هذا قلت لك الطرف ديال القادوس اللي خصو القادوس غنركبوه هنا، غيجي لنا شي شويه بعيد، غيبقى بعيد على داك لامورتيسور من جهه اخرى. كاين اما تخدموا واحد الجعيبه صغيره هنا تكون فيها 3 سنتيمتر، واما ديروا الخدمه اللي غندير انايا، الخدمه اللي التكرار اللي غندير انا هو غنلصق لها داك الكاردبو هنا، الكاردبو اللي غيكون سبور غيجي بعيد على هاد البارتي هادي، باش تبقى لنا هاد البلاصه عريانه هي اللي غنلصقوا فيها شي حوايج ان شاء الله غتشوفوهم في المستقبل، المستقبل العاجل، لان قريب نسافر وخصني نقاد اموري قبل ما نسافر بالموتور ديالي. سير ديال لي سسبونسيون القداميين ما يتجرحوش، واللي عنده شويه الامكانيات راه بامكانه يبدل قلت لي سسبونسيون هادو ويدير ديال الجاكوار. انا ما غنديرهمش، غنبغيت ندير غير هادشي، ما بغيتش نخسر بزاف. اما طرق الشينوا كلهم خصك تشري وتداوي، انا هذاك الشيء ما قلتش نحكيت نديرو. من هنا نشطو على الطريقه هذه، غيجيو بحال هكا لامورتيسور، غيجي بحال هكا يا الدراري. يا سلام يا سلام، سلم وي يي يي، صلى على النبي. واحد وي بتذكر شي حاجه ديالو خاصه بها الدراري، كاين ما احسن منها. نتمنى ان شاء الله يكمل لينا وصافي، هذا هو المهم. ان شاء الله غتبقاو معايا حتى نشوفوا الطريقه اللي غيجي بها مقاد، باش نشوف داك الشيء واش يجي هو هذاك ولا لا. ها انتم الاخوان،
هنا غادي نوريكم تقبط واحد كما تعرفوا هادو راه تيجيو فيهم جوج تقيبات ديالهم باش يركبوا مع لي زامورتيسور ديال لي سبونسيون ديال جاكوار اولا ديال البيكان 46. انا تقبط لهم واحد الثقوب تمايا وحده راه كاينه الاصليه هي اللي من لهيه اللي من الخلف والاماميه كتصوب فيها واحد الثقب اللي جا اكسيبسيونيل. وهنا انتم كما تشوفوا كيفاش جاو هادو شارك اخوان كيفاش جاو. انا غيبان لكم هادوك هذاك كرو ديال العشرة ديال العشرة وهنا كذلك انتم كما تشوفوا كرو ديال العشرة رونديلات وزيرت يعني جا العبار هو هذاك. دابا غادي نلصقوا الرويدة ونشوفوا كيفاش غتجي. بعدا راه هو لاصق مزيان ما تيتزعزع ما حتى حاجة وما غياكلش الدق لانه لاصق مع لي زامورتيسور لي سسبونسيون غيبقى يهبطو بحال هكا وما غيقيسوش هاد البلاصة هادي وبيه هو هذا يعني هذا باش ما يبقاش يتزعزع هنا شتي ما يبقاش يتزعزع علينا هنايا كما تشوفوا كما تشوفوا باش ما يبقاش يتزعزع علينا هنا. انا غنزيدو ليه كروم من التحت نزيدو ليه واحد الكروم من التحت هو هذا الكرو يشدنا هذا ما بقاش يتزعزع يعني هذا غيتزاد هنا من التحت مابقاش هذا يمشي ويجي هنا اوتوماتيكمون فاش غنديرو هنا هنايا غنزيروه مزيان وغيشدنا هادي مابقاش تزعزع. وكذلك غندير واحد اخر كروه هنايا باش يشد لينا هاد السنه هادي من الفوق وكل واحد اخر من التحت اللي غيشد لينا هادي باش هذا مابقاش يمشي ويجي مابقاش يلعب. كما قلت لك لاحظتوا درنا كرو من التحت وكرو من الفوق اللي شادينا السيبوره ودرنا كرو من قلت من تحت هذيك السنينه اللي شاده في الطيه وكرو من الفوق يعني جات تراكبر قلت لاصقه مزيان حتى الموفمون ما بقاش شاد زازا من بعد ما زيرت مزيان امور هذيك ما بقاش شاد زازا الضوء ما بقاش يتزازا ابري الفار ما بقاش يتزازا. انا صراحه غير قلت لك هاد لابيل فار هذا غادي نركبو مع الكود ماشي مع الفار يعني غنركبو مع الكود قلت لك دابا هنا الاخوان هذا الخيط هذا اللي تشوفوه هنا هذا هو اللي غادي طالع ليد والفار يعني هنايا كل اسلاك حتى تختلف من دراجه لدراجه يعني هنا عندنا المص وهنا عندنا الكود وانما هنا عندنا المص بالنسبه للخضر هو المص والمارو اللي هو البنفسجي هو الكود والزرق هو الفار. عقلتوا معي الاخوان الزرق هو الفار والبني هو الكود والخضر هو الماس. دابا غادي نشدو هذا غادي نحيدو ليه هاد البلاصة غادي نعريو هنا هنا عرينا من هنا وهذا عرينا من هنا حنا بلا ما نقطعو هادشي بلا ما نحتاجو نقطعو بلا حتى حاجة كلشي غيتختم بالسكوتش باش لقيت اللي نبغي نحيدوه نحيدوه ماشي مشكل يعني دابا هدا غادي نديرو هنا واحد غيجي هنا
وواحد غيجينا. حاولوا دائما تفتلوا هذا الشيء مزيان. هذا الشيء الاخوان ممكن نحيدوه في اي لحظه، الا بغينا نحيدوه نحيدوه نبعدكم شويه باش ما يكونش فلو داك الشيء. يعني واحد الاخوان مع المارو اللي هو البني، غنديرو ليه سكوتش من بعد، وهذا كذلك غادي نركبوه من هاد مع الماس. دائما هاد لي شوت هادو اللي كيبقاو خارجين شني تيفات خصهم يدخلوا لداخل، ما يبقاوش على برا. ثم نديرو شي كوت سيركوي للذكرى ديال الاخوان. راه الدراجه الناريه جديده ديالي كما تعرفوا، بان الخطره اللي فاتت راني بعت لا موطو ديالي لظروف ماديه وصحيه. الحمد لله من دابا الامور تحسنات والصحه ديالي تحسنات، فاحنا رجعنا للدراجه ديالنا اللي هي المعشوقه ديال الجماهير اللي دائما تنذكرها. وان شاء الله راه كاين الجديد، كاين حوايج زوينين ان شاء الله فيها اللي زدتهم انا في الدراجه الناريه ديالي، وصراحة غيكونوا فيهم واحد الامتياز زوين للشباب وعشاق الدراجة وعشاق الصالون. انا ما عزيزش عليا نقطع الخيوط، يعني اضطريت هاد الخطرة هادي الدراجة النارية ديالي ما نقطع فيها لا خيط لا والو. ها هو السكوتش، غادي نحاولو نجمعوهم هنا. هادشي ما يكونش مشكل بالنسبة لنا، وفي نفس الوقت يخلي الموتور ديالنا دائما محمي من الماء وما يكونش يكون سير كوي وداكشي. دابا الامور ديالنا مقادة. دابا غيجي دابا هذا الدور ديالو انه يركب في البلاصة. هادشي تنجمعوه من بعد. يعني هذا دابا هو الاخوان ركبنا هاد الخيط. دابا غيجي دور ديال اننا يجي الدور ديال اننا الاخوان انا نشوفوا هاد الخيط فين غيوصل. يعني لقيت اللي يركب مع هذا، يركب مع هاد الخيوط هادو، شوفوا فين غيوصل. يعني الا دار الموتور حتى هنا ما كاينش مشكل، الا دار الموتور عندنا ثاني كذلك هنايا ما كاينش مشكل. دابا جبنا الفرانشوار وحذاري تحسوا يديكم، يعني هنايا غادي نحاولوا نعريو هذا. هادشي اللي ما بغيناش نشعل غير الليد بوحدو باش نشعلو بو كامل. ها هو انا شاعل. يعني
يعني هنا غيبان لكم الداري يكون شي بالي هنا يكون شي بالي كما تلاقي يعني هنا غنجمعو كما قلنا البني مع الاصفر ونختاروا المكان فين غي يضوي اما لتحت واما لفوق يبقى الازرق هو الاثنين والالوان الاخرى هما اللي يكونوا هنا شدو دادوسة من هذوك الدادوسات غادي نلاقيوها مع هاد هاد الالوان هادو بعدا هما الاولين المهم هادشي راه غيطفى يعني الكاميرا قريبة تطفى عندي يعني هادا دادوسة غتلصق هنايا وغتلصق مع هاد مع هاد الكود بحال هكا وغنديرو لها السكوتش من الفوق وها الامور ديالنا ناضية حاجة هادو غادي نجمعهم بالسكوتش قبل ما نجمعهم بالسكوتش غنوريكم بحال جات كذا يعني هادو ها هو شاعل مع الليل دائما شاعل مع الليل يبقى دائما شاعل مع الليل يعني راهم مزيانين دابا هكايا لقيت اللي ندخلو الموطور ديالنا راه طافيين هكا شاعلين هكا طافيين ويكونوا مجهدين الا كان الضوء على كاين مجهدين هادشي اللي كاين الداري تبارك الله عليكم في حلقات اخرى ما تنساوناش ان شاء الله بالدعم ديالكم الحلقه ديال اليوم السلام عليكم السلام عليكم.